الحج يتطلب مجهودا كبيرا لتأديته، حيث أن كبار السن والحوامل والأطفال عادة أكثر عرضة لمضاعفات قد تحدث أثناء القيام بمناسك الحج، وذلك لضعف مناعتهم. فما هي الحالات التي تمنع هذه الفئة من تأدية الحج؟ وما هي الاحتياطات اللازمة التي يجب مراعاتها قبل خروجهم لتأدية المناسك؟ للإجابة ينضم إلينا أو تنضم إلينا من جدة الدكتورة تهاني بخش، أخصائي طب مجتمع بإدارة الصحة العامة بصحة جدة. صباح الخير دكتورة تهاني. خلينا أبتدي معك قبل ما نبتدي نعطي نصائح لكبار السن والحوامل ونفصلهم، خلينا في البداية نعرف مين من الأساس من الفئتين ما لازم أصلا يطلع للحج. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية يسعد صباحكم وصباح المشاهدين الأعزاء بكل خير، وكل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله. سيدتي الكريمة، يفضل أنه الحج يعني إحنا كلنا نعترف ونعتبر أنه الحج هذه رحلة شاقة تتطلب كثير من المجهود، فطبعا هذه تأثر على المرأة الحامل وجنينها وتأثر على الأطفال وكبار السن، فهم يعتبرون من الفئة المعرضة للخطر. نعم. لاحتمالية حدوث الأعراض أو الأخطار بالنسبة لهم بنسبة أكبر يعني. نعم. طيب فلذلك يفضل تأجيل. فعلا خلينا نبدأ بس مع الحوامل. هل مثلا في فترة معينة خلال فترة الحمل اللي ممكن المرأة الحامل أو هي تكون الأقل خطورة مثلا؟ والله هو يفضل بالنسبة للحامل إنها تأجل الحج، لأنه إحنا قلنا وكلنا عارفين إن هذه بتعد بالنسبة لها رحلة شاقة، لكن وإن كان لابد من أدائها لمناسك الحج فعليها إنها تأخذ بعد التدابير الوقائية الكفيلة إن شاء الله بعد الله عز وجل إنها تحد من الإصابة بالمشاكل الصحية. طبعا يفضل إنها تبتعد عن أي مجهود شاق بالنسبة لها، مع أنها تأخذ بالراحة قبل وبعد أداء المناسك، إلى جانب أنها تفضل عدم دخولها للأماكن المزدحمة. طبعا أكثر فترات الحمل اللي ممكن يعني تشكل بالنسبة لها خطر المرحلة الأولى تعتبر، لأنها لسعها في بداية حملها، ولا قدر الله إذا كانت عندها أمراض مزمنة أو حاجة ممكن هذا يزيد من احتمالية حدوث المضاعفة. والأخيرة الشهور الأخيرة طبعا، لأنه ممكن تكون تتعرض لحدوث مثلا ولادة مبكرة، وهذا يضطر إنه يدخل الطفل إلى لا قدر الله عناية مركزة أو شيء، فعشان كده يعني يفضل عدم طلوعها للحج. نعم. بس دكتورة تهاني، قديش هذه المضاعفات يعني احتمال إنها تصير؟ يعني في كثير ستات برضو بيطلعوا الحج والحمد لله يعني بيرجعوا بسلام. طبعا يعني هي المفروض عليها انها قبل ما تطلع الحج تحاول انها هي تذهب لطبيبتها او طبيبها اللي متابعه معها الحمل، وتستشيره بمدى يعني بمدى امكانيتها لاداء الفريضه وسلامتها، وطبعا سلامه الطفل بالنسبه ليها. نعم. طيب دكتورة، خلينا ننتقل كمان لبعض النصائح كمان لكبار السن اللي هم يشكلون في العادة أغلب يعني كنسب كأغلبية من الحجاج. هل في يعني مضاعفات معينة يتعرض لها الحجاج من كبار السن؟ طبعا يعني احنا لو نعرف انه الحج تنتشر فيه امراض معروفة انها يعني تكتر النسبة بالنسبة لحدوثها في فترة الحج، منها الاصابة بالالتهابات اللي هي الجهاز التنفسي والتهابات النزلات المعوية او التهابات الجهاز الهضمي. لكن كبار السن بيكون عندهم بعض من الامراض المزمنة، كمثلا داء السكري او ارتفاع في ضغط الدم او امراض القلب والأوعية الدموية، او انه يكون عندهم قصور في الكلى، فهذه المضاعفات ممكن يعني تحد من حركتهم ومن نشاطهم ومن ادائهم للفريضة بالنسبة لمناسك الحج. وما ننسى كمان انه هذول بيكون عندهم خشونة المفاصل كثيرة، فيتعرضوا للآلام بطريقة مستمرة، وغير كذا كمان بيكون عندهم وهن وضعف لانهم كبار في السن يعني. واكثر عرضة يمكن لحوادث الكسور. طبعا. طيب. نعم. اجل كانت بتقول انه اكثر عرضة للكسور. طيب دكتورة، مين من اللي عندهم امراض مزمنة من كبار السن ما لازم اصلا يفكروا يروحوا الحج، ومين اللي لا ممكن
بعد مراجعة الطبيب دائما يعني؟ طبعا هم يفضل انهم يراجعوا الطبيب، والطبيب هذا يكون مختص بالنسبه لحالتهم او بيتابعوا عنده. يعني من الـ من الـ من الكبار السن اللي عندهم مثلا الذبحات الصدريه او انهم يتعرضوا لذبحات صدريه نتيجه لمشاكل في القلب او اوعيه دمويه، او انه يكون عندهم عفوا لا كنا بنقول لك بس معاكي ماشيين. نعم بنقول لك سامعه الان دكتوره. الى جانب الى جانب اللي بيكون عندهم معدلات السكر غير منتظمه، هذا كمان بيعرضهم لانخفاض او ارتفاع في سكر الدم، واللي يكون كمان الربو بالنسبه ليهم غير منتظم، ودائما بتجي لهم النوبات الربو وضيق التنفس لانه حتى بتزيد في فترات الحج. نعم. طيب ايش النصائح والارشادات لكبار السن تحديدا؟ يعني هي كمان في يمكن البعض منها متشارك ايضا يمكن مع ان كان صغاء الاطفال بالضبط. وايضا للحوامل، بس يا ريت نذكرها. طبعا انا يعني تتقسم الاحتياطات الوقائيه انه قبل الحج وخلال فتره اداء المناسك. يفضل انه يقوم بزياره الطبيب الخاص فيه عشان يعني يشوف مدى جاهزيته انه يستطيع انه يقوم بالحج بدون اي مضاعفات. طبعا ما يخفى انه لابد من اخذ اللقاحات اللازمه بفتره كافيه قبل اداء المناسك، منها الحمى الشوكيه وتطعيم الانفلونزا الموسميه وتطعيم الالتهابات الرئويه. طبعا لابد من لبس سوار المعصم عشان يبين تشخيص حالته إذا كان لا قدر الله يعاني من أي مرض مزمن، وإذا كان لابد من حمل تقرير مفصل أو أنه يعرف طبيب الحملة أو أحد مرافقيه بوضعه الصحي. هذا نعم. ما قبل الحج. أثناء الحج يفضل عدم بذل مجهود جسدي بالنسبة لي، مع أخذ قسط من الراحة قد ما يقدر، وعدم الدخول في الازدحام عشان ما يتعرض لا قدر الله للكسور أو الرضوع، الى جانب انه يعني يبتعد عن فتره الظهيره بالنسبه للطواف والسعي، ويستخدم المظله الواقيه من الشمس، الى جانب طبعا ياخذ كميات يعني كافيه بالنسبه لي من السوائل، وطبعا الغذاء يهتم في انه يكون غذاء سليم مع مراعاه انه ياخذ الاغذيه المحفوظه ويبتعد عن المكشوفه قدر الامكان. نعم. مع الاكثار من تناول الخضروات والفواكه. نعم. إلى جانب طبعا أنه يحافظ على نظافة جسمه ويستخدم الأدوات الشخصية بالنسبة لي، زي طبعا منشفته وفرشة الأسنان عشان لا تنتقل له عدوى من أي شخص مصاب لا قدر الله. وبالنسبة لي إذا كان يعاني من سكر أو من أي مرض مزمن، لابد أنه هو يأخذ معاه جهازه يعني جهاز قياس السكر عشان يتابع حالته في 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 المشاعر. صحيح. الى جانب انه يلبس لبس مريح والجوارب والاحذيه اللي تمنع ان شاء الله باذن الله حدوث اي مشاكل صحيه بالنسبه للقدمين. نعم. والادوات الحلاقه وكذا، يعني كمان يفضل انها طيب. تكون شخصيه بالنسبه لي. نعم دكتوره تهاني، بس عشان طبعا لابد انه يتوجه الى اقرب نعم بس خلينا ننتقل سريعا إلى أقرب مركز صحي. أيوة طبعا إذا كان عنده أي مشكلة، وكان عندنا الآن تقرير بيقول عن المراكز طبعًا. الصحية الموجودة المجهزة خلال فترة الحج، بس خلينا نحكي طبعًا. سريعا عن الأطفال، أي عمر مقبول أنه الطفل يطلع للحج؟ والله هو يفضل للأبوين أنهم ما يصطحبوا الأطفال دون سن البلوغ، لأن الأطفال زي ما إحنا قلنا في بداية اللقاء أنهم معرضين كثير لحدوث الأمراض، بالذات في هذه الأجواء والأماكن المزدحمة. نعم. نعم. طيب نود أن نشكر طبعا الدكتورة تهاني بخش، أخصائية طب مجتمع بإدارة الصحة العامة بصحة جدة، على هذه النصائح طبعا للحجاج من الحوامل كبار السن والأطفال. شكرا جزيلا لك.